بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. هذا هو الدرس رقم 60 من دروس الفقه المالكي في هذا المسجد العامر، مسجد التقوى بذراع بن خدة، تيزي وزو، الجزائر. آخر موضوع وموضوع الطلاق، موضوع النفقة، النفقة وأحكامها، هذا آخر موضوع شرحناه. موضوع اليوم الفقهاء يديروا له عنوان كتاب الطلاق. كتاب الطلاق، نديروا نفس العنوان، نقولوا الطلاق، الطلاق أو كتاب الطلاق في جزئه الأول. مقدمة: موضوع الطلاق هو موضوع خطير وحساس ومهم. موضوع الطلاق له آثار، آثار تعود على الأسرة والمجتمع، خاصة على الذرية، على الأولاد. فرو ذي سميسي ذواليس، قريح، قسيح، يوعر، أمعنى إلا قد نسقرذش، إلا قد نفقن في مسال يشدن أرض شرعيث إقعنان أسنتلاقين موضوع نفرو نغ الطلاق. الأصل دوام الزواج، هذا هو الأصل، من شروط الزواج لازم يكون على الدوام، ما يفرقهم غير الموت. كما يقولوا أجدادنا يتزوجوا يقول حتى تفرقنا الموت، ألم نغطف ضان الموت، مثل سد الموت، مرحبا استكشر ربي. ولكن قد تطرأ مشاكل في الحياة الزوجية قد تعالج، وهو المطلوب. ربنا عز وجل سمى عقد الزواج ميثاقا غليظا، كما شرحناه فيما سبق في مثل قوله تعالى في سورة النساء الآية 21: وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. ربي سبحانه سمى عقد الزواج ميثاق، هو عقد من العقود، اسمه عقد الزواج، لاك دو مارياج، عقد الزواج. وربي قال في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، عقد كسائر العقود، ولكن عقد الزواج متميز، أعطاه ربي سبحانه وصف لم يرد هذا الوصف إلا في موضعين: في موضع النبوة وفي موضع الزواج. أولا قيل الميثاق يفذري ثد ربي، يمد يهضر في النبوات، في الرسالات، الأنبياء يهضر يستخدم. أولا قيل الميثاق يستخدم ثذاك يعني الزواج، وهو أساس بناء الأسرة. ينادي سورة النساء الآية 21: وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. أرنوياس الآية 21 من سورة الروم، باش تشفوا عليها، 21 سورة النساء، الآن 21 من سورة الروم: ومن آياته آية من الآيات، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. مثل المودة الرحمة كن خير، مثل غاف المودة حضر الرحمة لعشقوري خرفرة، عش الزوجية يبقى هكا قائم ما يتخربش إذا كان المودة والرحمة حضروا في زوج. إذا غابت المودة وحضرت الرحمة
ستظل هذه الأسرة قائمة مستقرة محققة لمقاصدها الاجتماعية والاقتصادية والتربوية بل والحضارية، لأنها أسرة مستقرة. ثوى شولت أتقرز أتذير ذي لهنا ذي ثلويث ما يلا ثلا الحمالة أكذ الرحمة مثغف الحمالة ثلا الرحمة أتكمل ثوى شولتاقي أتذير. لماذا؟ لأن الحياة عامرة بالمفاجآت. كاين ميزيرية، الرجل مع المرأة يتزوجوا، الرجل غني وكيولي فقير طاحت به الدنيا، أو كيف ثاني يطلقها تطلقه، خطر هي ممكن تطلقه، ممكن تخليه عن طريق الخلع مثلا وسيأتي البيان، ولا العكس، المرأة كانت بصحتها واقفة ما شاء الله طلقت الزيتون وتستقبل الضياف وقيمة بوالديه وما شاء الله، نهار اللي طحت بها الصحة مسكينة يقولها يا المرأة نردك لمواليك. الله يا ربي الله، ويا ما شحال من النساء وشحال من الرجال الذين ظلموا، اللائي ظلمنا، راهم رافعين الأيدي بالدموع لربي. واعر محكمة الليل واعرة، واحد كي يرفع يديه لربي سبحانه، ويل ثم ويل ثم ويل لقاضي الأرض من قاضي السماء، واحد كي يرفع يديه، اتق دعوة المظلوم فليس بينها وبين الله حجاب. لا، ولكن هناك وجه مشرق في مجتمعنا موجود، وجه مشرق، تلقى الراجل عنده المرأة مريضة يعيش معها حتى للموت، ما يخليها ما يضيعها، يوقف راجل تصير رقزة. والعكس صحيح، كاين نساء اللي زوجها مريض وميزيرية تقولوا راني هنا ثم الطوث قرنيث قبيليث ثلاوين إتلاوين، المصطلح ثم الطوث ثلاوين إتلاوين، ثم الطوث يحرزن ثيفثي ويكرزن إلى آخر ما نعلم من الأمثال والحكم التي تبرز هذه الوجوه المشرقة. وكاين بعض الناس ربي يهديهم ويهدينا لأتفه الأسباب الطلاق، وهو أبغض الحلال عند الله كما في حديث أبي داود، أبغض الحلال عند الله الطلاق. الطلاق نقطة أخرى في المقدمة، أن حالات الطلاق الآن لا تحصى، لا تحصى، ما يقدر حتى واحد يعطيك الإحصاءات الدقيقة للطلاق. في واحد الوقت تبعت هذا الموضوع عن كثب، يعني بقوة كبيرة، الاستاتيستيك على مستوى المحاكم على المستوى الناسيونال، حتى على المستوى العربي، المستوى المغاربي والمستوى الدولي، مهتم بهذا الموضوع مليح. يخوف، يخوف طلاق، الستاتيستيك، إحصاءات مذهلة، هذو رسمية غير رسمية أيضا، هذه لا يمكن إحصاء، ما يعرفها غير ربي، غير ربي اللي يعرفها، لأن ربي قال في سورة قاف الآية 18 ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، اللي يطلق ربي على باله صافي، غير ربي اللي يعرف كل شيء. إذن إحصاءات تخوف. وفي نقطة أخرى مهمة، أنه كثير من الناس لا يعرفون أحكام الطلاق، كاين اللي عنده صفر صفر
كاين اللي عنده فوق الصفر شويه برك، كاين بالك تلقى واحد عنده 60 سنه 70 سنه عنده 2 على 100 2% من المعلومات اللي عنده، ولا ما عندوش ولا 1%، يخلط خلط جلط عادي طلق الى اخره. بعد ما يفوتوا كاش 20 25 سنه يسمع للشيخ يهضر في الطلاق وكذا، يقول يا شيخ وانا يا ماشي هكذا، يقول واش درت؟ كي يحكي للشيخ الشيخ يقول له انت منذ 25 سنه لو كونتور نتاع السيئات راه يمشي عليك، عايش في الحرام منذ 25 سنه، لماذا لم يسأل؟ لأنه لا يريد أن يسأل. هاو لو كان تعرف ما تسقسي ما والو، راك تعرف ما تعرفش. علاه خويا علاه؟ لماذا؟ وبعضهم كي تقول له زوجته، احنا على بالنا بالاستقراء الرجال يطلقون والنساء يسألن، الرجال يطلقوا والنساء يسألوا، هذا الكلام الغالب الغالب، مانيش نقول كاع الرجال ما يسقسوش حاشا، ان شاء الله ما نظلموا حتى واحد، ولكن العبرة بالغالب. واحيانا بعض الرجال كي تقول له روح سقسي الشيخ، ها الكلمة هذه اللي قلتها سقسي الشيخ، يقول روح نصلي العشاء نسقسي الشيخ ونجيب لك الجواب. هو بعد العشاء يصلي العشاء ويرفع صباطه، كي يروح للدار يقول سقسيت الشيخ، قال لي عادي ما كاين والو. اه طبعا هذا لم يخافش ربي، لا اعمم، ماذا قد حصل؟ لو كان حصل غير 100 مره ولا 200 ما نقولوهاش، لا لا شيء عجيب. علاه هكذا؟ النهار اللي يتوب الايمان تاعو يطلع، ولا يمرض ولا تحكمه كورونا، كما قالوا له قريب تروح، ثم يحاول يصفي اموره، يروح يسال سواء المسائل هذه ولا المسائل الاخرى تاع الاموال الهبات والوصايا وخلطه كبيره ثم، ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. اذن فقط باش نفوت رساله باللي الجهل بأحكام الشريعة في موضوع الحياة الأسرية وموضوع الطلاق الجهل كبير. هذا واش نقول؟ هاي الرسالة في غاديني غتصق جمذانا أرسي النار ثاشرعيث ذقوين عنان في مسلاقين ذرو ألم شظن ألم غلظن ألم عدن كران 20-30 سنة بلك الدقسن بلك دخين الثوفنا تسقسينا ذفني من نسن الشظن فغنا فريد وروح من بعد الشين رقعت يرنا كين يرقع لي لقالي لقالي باب لقالي فتوى. وعندنا أقوال للفقهاء، ابن عرفة ماذا قال في هذه المسائل؟ عندهم واحد الإجابات. إيه هل بك مش قال يا اخي ربي كذكر احكام طلاق ذكر، قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا. سناتي تسمعوها بعد شويه. وين جات الايه هذه؟ جات بعد احكام طلاق، ربي قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا. كي جا واحد اللي عنده قالوا انت لم تتق الله لن يجعل الله لك مخرجا. ها الفقهاء زمان هي درك حنا لازم تكون مرن للطرف. لو كان نجيبوا كاع ما قاله فقهاؤنا نسأل الله الستر والمغفرة وحسن الخاتمة. سيأتي البيان. إذن الرسالة وصلت جماعة الخير، نناقش هذا الموضوع في جزئه الأول الساقي ذحري شمز وروقين يعني نفرو. بعد المقدمة نروح مباشرة تعريف كتبت بعض الأمور اللي باش نقيد روحي، يعني باش ما نروحش بعيد نقيد روحي. تعريف الطلاق ذرو سنتكم الدن حل لعصمة الزواج، هذا تعريف ذكره مثلا ابن عرفة، هو
وقال النكاح، وأنا نفضل نستخدم كلمة الزواج، حل لعصمة الزواج بلفظ يدل عليه، ألفاظ الطلاق بين بلفظ يدل عليه أي يدل على الطلاق، قال لك يصدر من الزوج لأن العصمة في يد الزوج، ذرق زريفرون ذرق زريفرون. قال لك أو وكيل، الوكيل يعني هو عقد من العقود القابلة للتفويض، للتفويض. وبعدين قال لك في حال الاختيار، يعني ما يكونش مكره، ما يكونش مكره، هذه أهم القيود، لأن الطلاق المكره لا يقع. يون ما يفرى قد يفرو سلف غيس ماشي بالسيف، خطر ما يفرى بالسيف فروني ويتسكيارا لا يقع، ويسار الأثر ذار قزر يفرون باش يتسمطو ثر يفرون، العصمة في يد الزوج. هذا سوا جو سوا وال سوا وال نفرو بلفظ يدل عليه. كان فقهاء اللي قال لك هو صفة حكمية ترفع عصمة الزواج، صفة حكمية بلفظ خاص أو ما يقوم مقامه، يعني بلفظ خاص هو الطلاق، أو ما يقوم مقامه مثل الكتابة، ينادي كتب ثم طوثيس أسيني فريغام يجوز، إما سيني سوال يطلقها لفظا نغي يطلقها كتابة أسيار أسيكثف، إما ذي ثور قدس إما ثور ذي الرسالة مساج عن طريق الهاتف، يوني فريث مطوثيس إشقاس مساج نفرو دو بيس بشريحتين، سألته لما إنك لأتأكد من وصول الرسالة. بسم الله ما شاء الله، التكنولوجي التكنولوجيا الذين صنعوها صنعوها لما صنعوها، ونحن نستخدمها فيما تعلمون. إذن إفرايس عن طريق المساج وعن طريق الإشارة، يمكن عن طريق الرسول، واحد يبعث شخص مكدنيغ و يعني يمكن فيه التفويض، يجوز فيه التفويض أو الإنابة أو التوكيل. وممكن ديروا تعريف آخر هو حل الرابطة الزوجية الصحيحة، نزيد بعض القيود طبعا ندير بين قوسين، نعطيكم خلاصات سيدي سنتز خلاصات، لأنه ما كما قاله ابن عرفة وما قاله هذا من فقهاء المالكية الكبار، أنا في الفقه المالكي، وما ذكر وما كتبه وخلفه من فقه الإمام صاحب الذخيرة الإمام القرافي، وما خلفه أيضا من فقه صاحب التلقين اللي هو القاضي عبد الوهاب البغدادي، وغيرهم الإمام مالك طبعا رضي الله عنه وعن الجميع، صاحب الرسالة ابن أبي زيد القيرواني المختص الفقهي، إلى صاحب الاستذكار ابن عبد البر، يعني بلا ما ذكر المراجع، فقط نعطيكم خلاصات أحيانا حتى أرجح، يعني ما نروحش الفقه المالكي إذا كان يعني ربما وجدنا، ستلاحظون ذلك في بعض الفقرات، أن نقول أراء الآخرين. لماذا؟ يعني تيسيرا علينا مع رقة التدين ومع الجهل الكثير بأحكام الدين ومع ومع ومع، نأخذ في الحسبان هذه الاعتبارات، لذلك نرجح بعض الآراء إنقاذ للأسر، باش تعطى فرصة للأسرة باش تعيش. هذا ما كان، هذا هو المقصد، يعني هذا هو المقصد. والحمد لله حتى في بعض المسائل الخروج من الخلاف، مراعاة الخلاف، هذا أصل من أصول المالكية كما شرحناه منذ سنوات وكما شرحه فضيلة الشيخ. إذ مراعاة الخلاف هذا مخرج ثاني مهم في الفقه المالكي، بلا ما نحكي في هذه التفاصيل نروح مباشرة نعطي تعريف آخر أعتقد أنه مليح، اللي هو حل الرابطة الزوجية أو عقد الزواج رابطة الزوجية الصحيحة. احنا لازم يكون عقد زواج صحيح باش يكون محل يصلح للطلاق بلفظ خاص، يعني وهو الطلاق، او ما يقوم مقامه
باش ندخلوا في هذه الأمور اللي ذكرناها، الرسول أو الرسالة أو الإشارة إلى آخره، أو ما يقوم مقامه مختارا. علاش قلت مختارا؟ معناه ماشي مكرها. هنا نفتح قوس، طلاق المكره لا يقع. يو ونسين بالسيف في الله أتفرض يسفغ دوالني، لا يقع به الطلاق. لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، رفع عن أمتي الخطأ، إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ، الخطأ والنسيان ما يتسو، وما استكره عليه. حديث ابن ماجه، رواه ابن ماجه علي بن عباس، يعني سيدي ربي بغيت حسبه راه يون ما يتسو، ما يغلظ، ما الا مكره في كذاكي خاطي، يعني ربي يتحسبه راه. كاين بعض تفاصيل طلاق الهازل وطلاق السكران، يا بابا يا بابا، كي نقول طلاق السكران بعدين تزدحم في مخي ثاني واحد، راهي هنا راهي دخلتك تصدم على عقلي. واحد الحالات نتاع طلاق السكران. المهم خاطر هناك بعض المسائل سمحوا لي نجيب عنها في الفتاوى ولا نجيب عنها في الدرس، في حالات كثيره جدا نخليه غير في الفتاوى. في الفتاوى الانسان اللي عنده الحاله يروح للامام مباشره يسالوا ويجاوبوا على المساله نتاعو، خاطر كاين بزاف، كاين بزاف نتاع هذه نتاع السكران ونتاع الطلاق المعلق. ايه معلق على شرط، يقولها شوفي لو كان تروحي للجارة، تصبح حضرت جارت تفريض انت طالق، وكاين بعض الناس يدير بزاف طلاق المعلق، يقولها لو كان تروحي للجارة انت طالق، لو كان تجي يماك انت طالق، لو كان تخسر جياسكا ولا كاش فريق رياضي انت مطلقة، لو كان ولدك يخسر في الباك انت مطلقة. يدي لها بزاف، ان شاء الله ما تخسرش جياسكا ولا ما يخسرش الاخرين ان شاء الله، مفهوم؟ يدي لها بزاف، تلمو كاين بزاف. رحم بابك، هذه قبلها الامام مالك، هذه هو بزاف يقول انت لازم تطلق انت، كل حاجه معلق 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 معلق، ويربط كل شيء بالطلاق. وبعدين يبدا الوسواس، كي يبدا الوسواس الخناس ممكن هو يدخل الوسواس. عندي بعض الحالات يقول لك هل يقع الطلاق اذا قرات ايات الطلاق، وين تلقى هذه؟ رحم بابك، كي يوصل ايه الطلاق يتجاوزها ما يقراهاش، على خاطر عنده الوسواس. اما طلق بزاف ابري كتاب، تاب كتاب، ماشي كتاب الكتاب، لا كتاب، حينما تاب الشيطان بغي يدمره، يقول تطلقت بزاف، إذن كلمة الطلاق بعد عليها. يقول كي يقرأ القرآن يا عجبا يوصل إلى آيات الطلاق ما يقرأهاش، الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف ومسيح بأحسن، هذه قاعد يخليها. ولا يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتين واحصوا عدة، لا 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 لا، لكن بعد خطر ممكن لو كان قراها يقع الطلاق. وكان يقول لك والله ما نقراها مين في الكتاب، الكتاب وين كلمة الطلاق؟ قد نجد هذا الوسواس عند الرجال وقد نجد هذا الوسواس عند النساء. إذن هذه باش تدرس عليها، ما كانش باش تدرس عليها، تبقى غير في الفتاوى، وربي يداوي أحوالنا ويسترنا في الدنيا وفي الآخرة. إذن قلنا مختارا أي غير مكره، في الحال أو في المآل. شو المعنى يس في الحال أو في المآل؟ إشارة إلى نوعي الطلاق. في الحال إشارة إلى الطلاق البائن، الطلاق البائن يقع مرتبا لآثاره في الحال. وفي المآل إشارة إلى الطلاق الرجعي،
الرجل كيطلق مرته مثلا طلقها في اول جانفي، ما تخرجش من الدار، تريح في الدار سمانه، عشر ايام، الشهر، شهر ونص، شهرين، على هذه حكمه نتاع ربي، بلاك يتوب، يخزي الشيطان ويندم، يقولها يا المراه خلاص عفى الله عما سلف، انا رجعتك بكلمه، كل شيء سهل. كي هو سهل عليه باش يرجعها، هي ثاني ما يلزمش تخرج من الدار. لو كان تخرج من الدار يسمعوا العائله، كي يسمعوا العائله نتاعها يركبوا الفورقو، يعمروا الفورقو، يجيوا وتطلع الدعوه. خلاص من بعد خلاو هذاك الموضوع يدخلوا في موضوع اخر. وسو تدرك مع التكنولوجيا، بمجرد ما تسمع كلمة الطلاق الميساج وصل عند يماها، طلقني زوجي، وربي راه يقول، ربي يقول لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن. وثنت السفوغ ثارة سقخة من السنت، هاو شوف إشارة لطيفة، قال من بيوتهن مالغري لاكت دو بروبريتي نتاعك، ولا ليفري فرونسي باسمك، مي ربي قال بيوتهن، راهي نبهك ذا خميس مازالها في دارها، لا تخرجوهن من بيوتهن بالسيف ولا يخرجن. تفنتر دغبي زعما رجله اللي بدلك بالفول بدلو بقشوره. شفت الرجل هذيك المعوجه عند الراجل ولا عند المراه؟ بعد ربي سبحانه تعرف واش قال؟ لعل الله يحدث بعد ذلك امرا، ما تدري بالك ربي سبحانه يهديهم ويتوبوا وتفرى، ويا ما الناس طلقوا لو ما شاء الله عادي. هذا صار في عهد الصحابه، صار في عهد التابعين، ماشي عيب تصرى، ولكن ربي يسترنا تبقى غير في اطار. هاو دروك الاخرين يديوها الفيسبوك، طلقني زوجي، مانيش عارف زعامه ولا لا ادري، ولا تجيب استماله لقلوب الناس باش تلقى شكون اللي لي فيو، شحال لي فيو، شحال يقولها، واحد يدير لها هكا يعني الشاه فيك، واحد يقول الشاه فيه، واحد يقول طلقيه انت، واحد يقول فضحنا، كل شيء راه درك مكشوف. ربي يسترنا برك. اذا في الحال او في المآل أكتفي بهذا. نروح الآن ثانيا، النقطة الثانية، مشروعيته، هل طلق مشروع؟ الجواب مشروع، نعم. قال استقبلت ربي جد فرو إجاد فطو، إجاثني دار ربي سبحانه، مي إلى قاني السين أمكرا نستخدم ذلك، هذا ما كان وفرو أم المقصد قفوس طبيب أمر ذي الفغي ورثي استخدام راه الطبيب اللي يستخدم لوبيراسيون، الطبيب لا يقطع، يدير عمليه جراحيه، هذا اخر الحلول، وهذه الحكمه اخر الحلول. لذلك ماذا بك فروقي فين قالوا شحال الامور اللي اشرنا اليها فيما سبق، الصبر الجميل والنفس الطويل، رعايه الحقوق والواجبات، غض الطرف، التغافل عن بعض الامور. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لي خطب الرجال، قال كي تشوف المراه عندها بعض الحاجات مش مليحه، قال لك لا يفرق مؤمن مؤمنه، ان كريها منها خلقا رضي منها اخر. ما يشوفش غير يدخل برك الدار يدير هاك، شنو هذا الوسخ هذا؟ بالعقل يا سيدي، المراه عندها شغل، عندها خدمه، زعما تدير هكا؟ انت تحب لونفيرونمون، البيئه، النظافه، يا ولدي خلي البير بغطاه. ولا لازم الماكله، كاين اللي طلقوا يقول لك انا العشاء تاعي بعد المغرب، اذا فات المغرب ما كانش العشاء. عليها اخويا عليها، لماذا تغنت ماشي مليحه لا من هذا لا من هذه، كيف كيف؟ ربي سبحانه قال وعشروها بالمعروف
ربي اللي قال في الآية 19 من سورة النساء وعاشر النبي المعروف. ولكن ثاني النبي عليه الصلاة والسلام وش قال للمرأة؟ قال زوجك جنتك أو نارك. عسي روحك أرجازين ضوع أرجازين. ثم الصبح ماريا روحي نصر بذي سهل ثم ديث مديو غنس لها السلامة رب ذي سهل يتكدف فوذ لا سلامة يتكسي غفلان. الله يرحم الأجداد هذا كلامهم. المرأة تقول ربي سهل عليك ما شاء الله تعطي له قوة كي يجي العشية مرحبا بك أهلا وسهلا ما تدلوش باراج ويدخل في كيستيونير محاسبة محاسبة لازم يجاوب على الأسئلة إجابة كاملة نغمولاش تبدأ المحاكمة وتبدأ الاحتجاجات التي لا حد لها. سل عقل كان سل تساويل كان. النبي عليه الصلاة والسلام وش قال للمرأة؟ أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة. يا سعد المرأة اللي يرضى عليها زوجها. أما السعد انت مطوث في يرضى ورقازيس الخير أرباح مقرفة سمثة سينيكيني سمح غام أرضيغ في اللام. وطبعا في حديث كثيرة في الموضوع. إذن علاش باش يكون توازن ربي ونبي؟ واش بغاولنا؟ بغاولنا لهنا بغاولنا لهنا الاستقرار توازن. نجد نصوص تخاطب الرجال نصوص تخاطب النساء باش يكون ليكيليبر يكون توازن والاستقرار. المشروعية إذن الطلاق مشروع. لم ندخل في التفاصيل هل هو الأصل فيه الإباحة أم الأصل فيه الحظر. فهناك من قال أن الأصل فيه الإباحة بدليل أن الله قال يا أيها النبي إذا طلقتم النساء إلى آخره وجبوا في علم الأصول أصوليا دلالة الإشارة إشارة دلالة العبارة دلالة النص فحوى الخطاب دار واحد أصوليا العلماء عندهم الله يبارك أدوات ما شاء الله. وكان يقول لك الأصل فيه الحظر أو كيفه لماذا؟ لأن الأصل هو دوام الزواج. تزوج باش تعيش حتى تفرقكم الموت وزيد شحال تعيش شحال تعيش يعني شحال. لو كان ديرك سؤال هنا بيناتنا شكون اللي عاش مع زوجته بزاف؟ يلا كاين اللي يقول لك عندي 30 سنة كاين 40 سنة كاين جدادنا وي أو جدادنا عاشوا 60 سنة ديجا تزوجوا بكري ويعيشوا 60 سنة 65 سنة. الله يا ربي الله أو زريعة أنت عذرك يا ربي يستر يا محينك يا كين اللي طلقوا الشهر الأول. كان في بالي باش نهضركم شوية على الاستاتيستيكا ما نخبيش عليكم ولكن فيها لديتاي فيها تفاصيل. نقولكم الطلاق الذي حصل في الشهر الأول الشهر الأول وصلوا المحكمة هذو اللي وصلوا لا جوستيس تلقى تاريخ الزواج كذا وقت شرفعوا الدعوة نتاع الطلاق كذا شر. وكان اللي عندهم سمانتين وكان بسم الله ما شاء الله قبل الزواج هما داروا الفاتحة في جونفي على أساس أنه الزواج يكون في جوان طلقها في فيفري ما زال ما لعقدش ويطلقها ما يسألش. هو الطلاق هذاك طلاق بائن بيننا صغرى. موضوع الطلاق هذا يتشق هذا. يقول عزيز الله بارك الله فيكم اللي يطلق زوجته هذه خاصة الشباب تبعني مليح كيدو الفتحة الفتحة عند الشيخة كذا في الجامع الفتحة ولا كيدو لك دو مارياج في لاميري البلدية طبقا المادة 18 ولا درتو عند النوتير باش نزيد نعطي لك معلومة قانونية لأنه ممكن ديرها يمكن هنا. إذا كان طلقتها قبل العرس هذا طلاق بائن بيونة صغرى ممكن تطلقها في التليفون
لازم تعود تدير لها فتحة جديدة. يجي باباها وتكون ساعة مام في المهر الدوت ويكون الإمام والشهود وكذا. شكون يقبلك هذه؟ باباها كي تقول له أرواح نقول الفتحة يقول لك يا ولدي أخي قريناها. نقول لك اسمح لي نسيبي والله غير واش نقول لك هاك تهضر هاك تبيطاني والله غير طلقت بنتك طلقتها يا أخي العرس مازال بريزيد يعطيها لك كيف فهمت المسألة؟ هو كان يقول معليش ما نقولوا ما والو خليها غادي راجعتك واش تراجعتها لا لا هذا طلق باي من الصغرى لازم فتحة جديدة. وطبعا الشباب كاين اللي يدير هذا الشيء وما يقراش الفتحة ويتزوج بها والعرس وثمغرة لكورتيج بوا لكورتيج بلا ما نوصي ويعرفوا لها بزاف الفواتير والبومبات هذيك اللي يديروها لنا شفتوا كيفاه هذيك ما نغفلوش عليها لي فواتور لي كورتيج البومبات كيفاش نسميها المحارق هذوك يخي خلعتو كامل مش غير وحدي نخلعو كاع هذه يعرفوا لها مليح ولا لا لا وزيد التبذير يعطي لك زوج بقلاوات ولا مش عارف واحد الباطا يا حصو ومكتوبه ثم درس مون فيس اللي يكتبها بالعربيه معظمهم بالفرنسيه مون فيس الحاصل سون فيس الى اخره قد هك والباطا شحال سوا سمحوا لي التجار مانيش نقول ما تخدموش خدموا الله يعينكم ولكن والله العظيم غير رانا اوت هذه الامور الكماليات التي لا معنى لها نضيع فيها وقت نبدد الطاقات وربما تكون سببا لمشكلات ستأتي بعدين يقول بالسبان تاعك اللي عندي 55 مليون تقول ماذا بي أنا أنت درت العرس درت وأنا ماذا بي أنا أنت ذنب وهكذا المهم ربي يغفرنا نرجع للموضوع مشروعيته إذن الطلاق مشروع هذا مكان شو نقول مباح ربنا قال في سورة الطلاق الآية الأولى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء إذا طلقت يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة إلى آخر الآية الأولى من سورة الطلاق وفي سورة البقرة الآية 229 الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان يعني هذه من الأدلة طبعا وحديث النبي عليه الصلاة والسلام الفقهاء يقول لك التخيير بين الإمساك والتسريح يدل على المشروعية الطلاق مرة فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان إذن هذا دليل المشروعية الحديث حديث منها حديث النبي صلى الله عليه وسلم أبغض الحلال إلى الله الطلاق أخرجه الإمام أبو داود بن ماجة والرقم الحديث عند ابن ماجة 2018 فهو عليها 2018 هذا عند ابن ماجه المهم أبغض الحلال معناه هو حلال ذي الحلال معناه إشاره ربي خطر يتسجد ثيوثي لوفا يتسجد الجروح يتسجد الشوامي يتسجد النهثاث ثالثا أقسام الطلاق المقصود هنا من حيث المشروعية وعدمها ألف كان طلاق السني طلاق السني أو الطلاق المشروع هو الذي يوافق السنة عنده شروط أهم هذه الشروط الشرط الأول أن يكون بطلقة واحدة فقط الزائد بدعة هكذا يقول الفقهاء قال لك الزائد بدعة خطر الزائد ثم كن يعرفونه يقولوا كاع الحالات نتعبوهم خطر كاين اللي طلقها بثلاثه يقولها انت طالق ثلاثا كاين اللي طلقها 33 كاين اللي طلقها 100 مره كاين اللي يقولها انت طالق زعما قرا شويه لي ماتيماتيك الى ما لا نهايه في لي مات جاب 7 سور 20 هنايا راه طبقها طلاق الى ما لا نهايه من بعد كيفاش تلقى له رحم بابك الى ما لا نهايه هو اللي قالها
أبري يقول لك يا شيخ القيلي القالي برك مخرج كاش رخصة شرعية نسلك منها. الله يرحمك الشيخ عمر، جاء واحد قال له الشيخ أفيد ثبورث إفريث من طوسيس إناس أفيد ثبورث إناس الشيخ عمر ذي الشيخ ماشي ذا من ويزي إناس خدميد ثبورث إناس إنكيني ذي الشيخ ماشي ذا من ويزي ألور الله يرحمه. إذن الشرط الأول هذا هو أن يكون الطلاق سنيا، الشرط الأول أن يكون بطلقة واحدة. معلش ندمج بين الطلاق السني والبدعي باش نشفوا عليه. الطلاق البدعي في هذه المسألة حينما يكون أكثر من واحدة، يعني ما سيني ورقزي ثمطوط إما سيني فريغان 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 فريغان، هذا طلاق بدعي مع تكرار اللفظ طلاق. نغ أسيني أنت طالق كذا وكذا، يعني يجيب الرقم على حسب زعاف، على حسب الدقري نتاع الزعاف. إذا كان زعف شوية برك يقولها طلاق ثلاثة، إذا كان زعف بزاف يقولها 20، إذا كان زعف وهكذا. هذا الثاني طلاق بدعي. النبي صلى الله عليه وسلم جاء خبر باللي واحد طلق زوجته ثلاث مرات بركة ثلاثة في مجلس واحد. إناس أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم، الطلاق مرتان في إمساكم بمعروف وتسريح بإحسان. يعني ما كان ذي اللعب يلعب سوى الله ربي سبحانه. طبعا كل حاجة عندها دليل، منها الدليل اللي جابوها الفقهاء في هذه، قال لك الطلاق مرتان، بعد قال فطلقون لعدتهن فالطلاق يوجب العدة. يعني استنباطات مهمة بلا ما نعمق فيها ربحا للزمن، المهم المعلومة وصلت. زايد جابوا الآية لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، فإذا بلغنا أجلهن فأمسكون بمعروف أو سرحوا أو فارقهن بمعروف، هذه صورة الطلاق إلى غير ذلك. الشرط الثاني أن يكون واقعا في طهر لا في حيض ولا نفاس وبغير مساس. بمعنى هذه مسألة مهمة جدا، على بالكم المرأة عندها العادة الشهرية، ثم تتسع العادة ني بقورنينس ما تتسني ذمن حينما تجيها العادة الشهرية نتاعها. في وقت العادة الشهرية عندهم تغير بيولوجي فيزيولوجي يكون عنده أثر في التغير السيكولوجي، اسمحوا لي بلا ما نفصل، يعني تولي المرأة مثلا تزعف بسرعة ولا، هذا شيء طبيعي في المرأة. وكان بعض النساء لا مستقرات عادي، ولكن هذا الأمر موجود. يعني ثم تثمثل ذي الحالة أني في كل تزعف بلا السبة، في كل سبة ثم شطحت ثم قرانت، لكن سي قروينة الظلمات تشعل ثم شرع ربي دي قار يفغي غيني الهان أشي قار الطلاق نتمطث ذي الوقت العدة بدعي، وإلى قار سيفرور قزيس ذي الوقت الني ذي الوقت الني في الحقيقة هو تقييد معتبر للإنسان المؤمن، باش حتى إذا كان المرأة صدرت منها تصرفات تستغضب الزوجة، الزوج المؤمن الحكيم يحكم روحه. النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. واحد كي يغضب يفريني، ربي ما قالش ما تغضبوش، قال كي تغضبوا يجي واحد يغضبك كي تسرفوا باش تزعفوا كيماني. لذلك ربي قال والكاظمين الغيظ، ما قالش والفاقدين الغيظ، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس
وهذه المرأة يعني مات ولادك يعني مرتك وهي ماشي من الناس، هي ثاني من الناس، خليها تدخل في الآية هذه. وربي قال والله يحب المحسنين، من أراد أن يرتقي فالشريعة تأخذ بقلبه وعقله ولسانه ليرتقي. شاه نلتقي لنرتقي. إذن ولا نفاس، ماشي المرأة كي تكون نافسة ويطلقها، هي النافسة وعلى بالك متصلة عند النافسة حساسة مسكينة، لو كان ما يجيبوا لهاش الماكلة في الوقت تتقلق شوية وتزقيل زوجها تقول كيفاه ويماك ما جابتليش الماكلة واختك راهم ياكلوا في الكوزينة وانا ما عطتليش، خطر النافسة النافسة. صافي بعد من هذه الظروف، خاطر اللي طلق زوجته في الحيض ولا في النفاس هذا طلاق بدعي مخالف للسنة، صاحبه آثم. مس فهم وني فرنك يسعد نوف ذم قران. درك الآن نستنطق الفقه ليتحدث الفقه. هناك من الفقهاء اللي قالوا طلاق يقع وهو آثم، يعني خسر آلي روتور، طلق وقع وزيد هو عنده الذنب. هذا الجماهير، ماشي يعني رأي فقهي بسيط، لا جماهير الفقهاء. وكان من الفقه اللي يقول، علاش قلت لكم قضايا كثيرة في هذا الموضوع هي محلها الفتوى، الدروس تكون غير هكذا أمور هكذا هكذا. أنا خذ مكان الزرف قرن استقبالي الزرف وحديق حلوة، الزرف يوحذيق نديرو غير هذا السياج. السياج والشريعة وضعت هذا السياج المنيع لحماية الأسرة، أما التفاصيل هذه محلها الفتوى. أعود، من طلق زوجته في حيض أو في نفاس نقول أن هناك رأي فقهي معتبر، بل جماهير الفقهاء قالوا بأن هذا الطلاق يقع، وهناك رأي فقهي يقول يعني لا يقع، لا يقع لأنه مخالف للمشروع. وطبعا كل واحد عنده الدليلة، ما حبيش ندخل في الأدلة ربحا للزمن. المهم الآن في الظروف نتاع الفتوى، كي تشوف إنسان خاصة كي يقول كأنا ندمت وأنا كذا والله ما زيد نطلق والله كذا وما على باليش وما نعرفش وكذا وكذا، يعني قالوا دي هذه الرخصة تديها، ولكن لازم لازم تخاف ربي وما تتعداش حدود الله وكذا وكذا. نخلي هذه الأمور في الفتوى أفضل. كاين طيب الطلاق البدعي هو العكس تماما، الذي يطلق زوجته في الحيض كي تكون حائض ولا يطلقها وهي نفساء. يا حسرة، سلت إذا كان عندها 4 بنات كي داها لا كلينيك زادت رقم 5 نيميرو 5، 5 بنات في الدار، هو ديجا راه لهنا للنير غضبان، تقول له كلمه يطلقها، يقول هذه جانتي راكي تجيبي غير بنات. فهمتم من ضمن الاخطاء اللي توقع، هذه وقعت كثيرا ماشي قليلا، وقعت كثيرا. ورا خوف ربي، هذاك اللي قالوا ربي واتقي، سنسمع الايه نتاع التقوى علاه، ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث يحتسب، الآية الثالثة الثانية بعدين الثالثة. والشرط الثالث ألا يطلق زوجته في عدة من طلاق رجعي. بعض الناس يطلق زوجته يبدأ في حساب العدة، طلقها مثلا أول جانفي، بعد 15 يوم يزيد يطلقها، بعد 20 يوم يقود زيد يطلقها، سيدي كونفيرماسيون تذكير، كل مرة يقولها
ما تنساش راكي مطلقة راكي مطلقة مطلقة. هذا كله كاين حالات أخرى للطلاق البدعي. الآن نقرأ بعض الآيات. قول الله سبحانه وتعالى يا أيها النبي في هذه أيضا بارك الله فيك على التذكير. فإذا طلق الرجل زوجته في طهر مسها فيه هذا أيضا طلاق بدعي. إنما الطلاق السني هو الذي يقع في طهر بلا مساس، هذا هو الطلاق السني. علاه؟ خطر هناك احتمال ممكن المرأة هذه ترفض، معنى رك جبت ضحية جديدة إلى الحياة. شوف حكمة الله عز وجل. والله يا أخوتي غير هذا النقاط لو كان نفصلوا فيها نلقوا فيها غير ربي اللي قادر يديرها. فقط مهما كان عقل الإنسان ما يقدرش يفكر في واحد التفاصيل غير ربي سبحانه عز وجل. قال الله تعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. نقرأ بعض الآيات. ربنا قال يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، وبعدين قال وأحصوا العدة، معناه مثفر اسم الطوث أذف ذو حساب العدة سقوى السنين. يبدأ في حساب العدة عند وقوع الطلاق لأن الطلاق يرتب آثاره في الحين، في الحين ما تشي حتى يخرج الجوجمون. هذه المسألة سنناقشها بعد بين الإقامة، بين الأذان والإقامة، سأعود إليها بين الأذان والإقامة خطر في مسألة قانونية حبيت نطرحها ثم. لذلك ربي قال وأحصوا العدة ما يفرون القزيث المطوصة ذي فذوة ذي حتسوف ماشي متسقصد من ميث فردة مطوصة كيني والله ما زرع ولي كانت ثم تشفع كان يطلق وينسى وقتش طلق. فبالتالي إذن على خطر العدة ثلث قروء. ربي قال والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. بين الخلاف الفقهي قائم في معنى القرء. هناك من قال أن القرء يراد به الطهر كما قال السادة المالكية والشافعية، وهناك من قال أن القرء يراد به الحيض كما قال السادة الحنفية والحنابلة، ولكل فريق حجاجه. كقوله مثلا ربنا قال ثلاثة قروء، ثلاثة عدد، والعدد إذا كان مؤنثا معنى المعدود لازم يكون مذكر. إذن القرآن ما معناها؟ معناها الطهر ماشي حيضة. هذا من أدلة المالكية والشافعية. أيضا مرة أخرى بلا ما ندخل في التفاصيل الفقهية تكفي هذه الإشارة. ربي ناد وأحصل العدة يعني فذو الحساب العدان ننسي دينا ربي سبحانه. ما ثمتوث المرأة آيس مثلا، المرأة بلغت سن الياس مينوبوز يعني ما عندهاش الحيض، هنا ثلث شهور، ثلث شهور ما إلا الساعة العادة الشهرية ثلث قروء. يعني تدس العادة من بعد تزدي، من بعد دس العادة من بعد تزدي، من بعد يعني لما كفان ثلث قروء. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة، وأحصوا العدة. العدة الشرعية يبدأ حسابها شرعا من تاريخ التلفظ بالطلاق لا من تاريخ صدور الحكم إذا ما رفعت القضية إلى المحكمة. مريفرو ورقاز إثم الطوثيس سلو سقواسني أريف ذو الحساب خطر لو كانت سياوين هذه في لافيرون جوستيس المحكمة وزرم المحكمة طويل وتروح هذا ورقز القاضية سين القاضية المرأة مطلقة يعطي له الكاغط. لا لا القاضي عنده الحق باش ثلث الشهور اللي أعطى له القانون باش هو يعطي لك التاريخ وقتاش يدير جلسة الصلح. هذه موجودة
في المادة 49 من قانون 84-11 المعدل والمتمم بالأمر 05-02. المادة 49: لا يثبت الطلاق إلا بحكم بعد عدة محاولات صلح يجريها القاضي، إلى آخر المادة 49. ما انتهى وشي صرى، ممكن الراجل يطلق مرته في أول جانفي شرعا، فاتوا شهر شهرين ثلاثة، يرفع لافير للمحكمة، يفريس أول جانفي صوت المحكمة مثلا يوم 20 مارس، يصوت القضية للمحكمة، القاضي سقسنا يحسب 20 مارس، 20 أفريل، 20 ماي، 20 جوان، عنده الوقت. والقاضي اللي كان يدير يوم 20 أفريل يدير لهم الصلح ويتصالحوا، يطبق المادة 50، القاضي يمشي بالقانون يطبق المادة 50، والمادة 50 تقول بلي عادي يدي زوجته ويروح، ولكن حبس من ناحية الشرعية. الطلاق أصبح بائنا بينونة صغرى كما سيأتي الشرح في الدرس القادم إن شاء الله. ذين تكفى العدة ثغال، ذين لازم فتحة خطبة جديدة، فتحة جديدة، ثعممت جديدة، كل شيء جديد، ورك رايح ما على بالكش ما على بالكش. ويا ما كثير من الناس ما على بالهمش، أصدم. مهم يقول كورتون جوستيس الحمد لله فريناها عند القاضي ويتصلح. والقضاة صنفان، هناك قضاة يفقهون الشريعة أو يعرفون بأنهم لا يعرفون فيسألون، وقضاة من بعد يقولوا حبس فيزافي لا لوا فريناها، مي فيزافي ربي سبحانه ما فراتش، يقول قانونيا الحمد لله فريتها الحمد لله المادة 49 فرات وتصالحته، مي مع ربي مازال، روحوا للشيخ سقسيوه. كاين قضاة يقولوا هكا، يقول أنا يا القانون فريتها، مي روحوا لكل الشيخ شوفوا المفتي يقولكم كيفاه. بعد كي يجي المفتي يسقسيه يقولوا حبس لازم نقراو لك فاتحة جديدة، يقولوا من اللي فريد فامي مازالوا، يقولوا ايه هذه على حسب القانون، ولكن الشريعة لازم تقرا عليها فاتحة جديدة. لن يمذنون في مرث مسالقي أم بعد هذا الشظن وثني وثوكور ذا مقران لا لوا يدني لا لوا 94-11 الارتيكل 49 في كونت وكذا يضروخ صار ذا مقران إيلاق ميثي فراث فراث اللي يفتغ الله جيستيس على حسب المدى يدني 40 المدى 49 المدى 50 إيلاق ضروحا الشيخ سندي يفتون وتسوغن ركن سخا من سن أماكن ولاش أشو يضران أخاطر بعد 3 شهور 3000 فروني مزوري لانطلاق رجعي يغال طلاق بائن بينونة صغرى ولا ما شو يقدرون. وفي التفاصيل نظن سيأتي بيانها في الوقت المناسب. أعود إلى الآيات وبذلك نختم. سيدي ربي وأحصوا العدة، ركزوا معايا مليح، ستسمعون العجب، سنسمع العجب كيف ربي سبحانه يدرع التقوى. سبحان الله، وين كاين بزاف التقوى؟ التقوى الخوف ربي غير في هذه، كاين آيات اللي موجودة سورة النساء الآية الأولى، التقوى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة إلى آخره، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. ولكن حبس هنا كررها مرارا لحكم أرادها الله جل جلاله. فلنستمع. وأحصوا العدة، بعد قال
واتقوا الله ربكم. وهذه فيها معاني كبيرة في التفسير. ممكن ربي توقفنا واتقوا الله، لا زاد قال ربكم. كل واحد منكم يفكر ما هي المعاني التي يمكن أن تستنبط أو تفهم من خلال هذا التأكيد، واتقوا الله ربكم. فجي الآية الأولى مازال بعد، وش قال ربي؟ لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن في لوين يفرانو سنت السفوق ثراسك خامن سنت أورتفغن سلفغين سنت، إلى أن يقول وتلك حدود الله. ثيليسا أنا عمي ربي نذقي ثيليسا ثيليسا ثلاثة نسيذ يا ربي يوعر وين ريتا الدين في اللاس الزرفي وحديق. وتلك حدود الله، بعد واش قال؟ ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. وين يتعدى نفس لسان سيدي ربي؟ يظلم كان إيمانيس. وبعدين شو دينا؟ يخاطب القلوب والعقول، لا تدري أهذ لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا فيتحول الشقاق إلى وفاق وينتهي النزاع ويتصالح الزوجان وتتم الرجعة في وقتها، الخير أرباح أتعي الشدة أتقريث الويث. هذا هو المعنى. ثاقي سورة الطلاق الآية الأولى مازال، فإذا بلغنا أجلهن خلاص كيجي الأجل العدة ندينا ربي عاستي منوان وأحصل عدة، قال فأمسكوهن بمعروف، حرز تمطوثك حرزيت وتحقرارا وتظلمارا ذغن تساتي لقاك تحرز ولقاك تظلم، أو فارقوهن بمعروف ما تشيس الفاطل في ثان مدسان لجيست الحاصل لوسي محضر قضائي فيسبوك فضائح المطلقين والمطلقات. ربي راه يقول أو فارقوهن بمعروف، كما الآية 229 من سورة البقرة، الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. هذا ربي راه يهضر معانا منهاج حياة. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، سورة الإسراء الآية 9. ما زال بعد واش قال ربي بعد شوية، بعد واش قال الآية الثانية من سورة الطلاق، راهي الآية الأولى الثانية الثالثة الرابعة الخامسة، كلها سبحان الله رسمت واحد المنهاج غير ربي اللي قادر يديره. فقط الآية الثانية ربي قال ومن يتق الله، مرة أخرى وين يقاضنا ربي؟ يجعل له مخرجا، وهنا تنتهي الآية الثانية. أوين يتقاضنا ربي؟ أثي السفر سيطق اللوسع، وربما يجيب لك ربي إمام فقيه يعطيك فتوى يخرجك منها إذا كنت متقيا لله، وإلا لن تجده. هذه واعرة شوية من وحي الخبرة والتجربة. كاين الناس اللي فاتهم الحالة يكون على بالي يكون على بالك يكون على بالك، لأنه هواش قال ابن عرفة كي قال له كيف نجد لك مخرجا لأنك لم تتق الله. الآية ومن يتق الله يجعل له مخرجا، الآية الثانية هنا تنتهي.
الآية الثالثة: ويرزقه من حيث لا تحتسب، من حيث لا يحتسب. زيد واش قال؟ ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ارمتشي لفربور تساقاد. الآية الرابعة: ومن يتق الله، مرة أخرى وين يقولنا ربي؟ يجعل له من أمره يسرا. ربي أسي سفسس في الناس، أسي سهل موريس، ذي التيسير ذي التسهيل، ليسر ليسر أكون يفكر ربي السر ذي ليسر. الآية الأخيرة، الآية ثانجاروث من سورة الطلاق، الآية الخامسة: زاد ربي يرجع للتقوى. علاش قال ركز بزاف على التقوى؟ كل واحد يخمم. الآية الخامسة قال: ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته. يزيد بشرك هذاك الذنوب وتمرميدة، خطر أحيانا في موضوع الطلاق حتى نصر واحد القرات، واحد الحروب، واحد واحد الأخطاء والندم. ربي قال ما تخافش، غير خاف ربي وتسقل. ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته، معناه يعفو ربي، زيد ويعظم له أجرا، وزيد ربي سبحانه يعطيك الأجر العظيم. هذا وعد الله ووعده حق. نلتقي في الدرس القادم إن شاء الله وقدر، والسلام عليكم ورحمة الله.